السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بمتابعين الكرام، متابعين قناة التوأم فود. إن شاء الله النهاردة هنعمل وصفة اقتصادية، هنعمل الجلاش بالجبنة. برضو للأطفال اللي ما بيأكلوش اللحم المفرومة يعجبهم قوي، إن شاء الله يعجبكم. ادوسوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم. المقادير بتاعتنا عبارة عن زيتون مخلي، بيضة، فلفل اسود وملح، سمنه، جبنه رومي، ممكن جبنه شيدر برضو، ونص كوبايه لبن، ولفه جلاش. دلوقتي عندنا الصينيه هندهنها سمنه، الجلاش ده بالطريقه دي للناس اللي ما بتحبش الجلاش باللحمه، بالجبنه بيبقى جميل قوي، بيبقى خفيف شويه. بعد ما دهناها سمنه هناخد الجلاش بتاعنا هنحطه وندهن دهنه سمنه خفيفه تاني، ما بين كل طبقه وطبقه هنحطها هندهن عليها. هكمل انا كده الكميه كلها لحد ما اخلص وبعدين ارجع لكم تاني. كده حطيت نص الصينيه، نص لفه الجلاش، وده النص كده هاجي ارش فيه جبنه رومي، او اللي حابب يحط جبنه شيدر برضو تنفع اللي حاببها. وكمان هحط زيتون، هحط زيتون مخلي، الزيتون حسب الرغبة، اللي مش حابب ما يحطش. هكمل دلوقتي باقي الكمية، باقي الجلاش النص التاني اللي على الوش. كده انا كملت الكمية كلها، حطيت نص لفة الجلاش تحت، وحطيت في النص الجبنة الرومي والزيتون، وبعدين حطيت النص لفة الجلاش فوق، وكمان حطيت ما بين كل ورقة وورقة مسحة سمنة بسيطة بالفرشة. هقطعها انا دلوقتي وارجع لكم. انا دلوقتي قطعتها، دلوقتي هحط على وشها الجبنة الرومي والزيتون، وهدخلها الفرن على نار هادية، مش هحط عليها اللبن ولا البيض دلوقتي لحد ما تتحمر شوية من تحت ومن فوق، وبعدين احط عليها اللبن والبيض والملح والكمون، الملح والكمون والفلفل الاسود. ده كده شكلها قبل ما ادخلها الفرن. هدخلها الفرن على درجة حرارة 160 وعشر دقايق، واطلعها لكم تاني واوريكم شكلها ايه. دلوقتي هحط البيض على اللبن والملح والفلفل الاسود، وهقلبهم كويس جدا. بصوا بعد ما خرجتها من الفرن كده بقالها 10 دقايق، قربت تستوي من تحت اهي، هحط عليها البيض واللبن عشان تبقى مقرمشه وما تبقاش معجنه. وهرجع ارجعها الفرن تاني برضو على نار هاديه عشان تستوي براحتها. ده كده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، ده كده شكلها النهائي. ان شاء الله تعجبكم، وادوسوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم.